اكتبي عندك القرار. بعد سماع الدفاع والاسم الذي ذكره في محضر دفاعه موظف الصائغ يوجال أرجان، وحتى يتم العثور عليه من قبل النيابة، سيتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ لاحق. ومن جهة الادعاء العام، بعد الادعاء الذي قدمه والأدلة التي عرضها على المدعى عليها ريحان تارهون، ونظراً لاعترافها بالسرقة، وخلال هذه الفترة ستتم محاكمتها وهي في السجن، وستوضع في السجن المركزي. رفعت الجلسة. أنا آسف، آسف ما قدرت أعمل لك شيء. بس اللي صار مو ذنبك. رح طالعك من هون. أستاذ، بس شوي. اسمعني، بدي إياك ما تقلق علي، رح كون منيحة، تمام؟ بدي تنتبه على حالك، طالما انت بخير فأنا منيحة، تمام؟ ريحان، قضيتك ما خلصت، لسه في حكي. لا تبكي، لا تبكي، بترجاك ينقري، كل شي رح يتصلح عن قريب. رح تستني بالغرفة لبين ما توصل سيارة السجن.